والآن نتحول إلى الأخبار الجوية في هذه النشرة. الأحوال الجوية لدى مصطفى مزار، تفضل. من جديد شكرا إيمان، شكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليل طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20، يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأسكندرية فدرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 يكون معتدل، في مطروح 26-17 أيضا يكون الجو فيها معتدل، في بورسعيد 25-18 يتسم الجو أيضا بالاعتدال، وفي الإسماعيلية 32-19 يكون الجو حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 والصغرى 19 ويكون الجو فيها مائل للحرارة. عن محافظة العريش 27-18 يكون الجو فيها معتدل، في طابة 29-18 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 32-22 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 32-22. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 39 والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار، في أسوان 40-24 يكون الجو حار، في الوادي الجديد 38-21 يكون الجو فيها حار، في شلاتين 35-21 يكون الجو فيها أيضا حار، وأخيرا في حلايب 30-21 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.